مشاهدينا لإلقاء المزيد من الضوء على الزيارة الحالية للدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس الرئاسة اليمني إلى مصر، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له. ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، يعني مصر فيما بينها وبين اليمن روابط تاريخية عززتها العديد من العوامل، على رأسها بالطبع الموقع الجغرافي، الروابط العربية بشكل عام. في هذا الإطار كيف ترى هذه الزيارة؟ هي بالطبع زيارة مهمة جدا. احنا عارفين في الوقت الحالي ان مصر هي القوة الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط. مصر بتدعم جميع الدول العربية من اجل الاستقرار ومن اجل عودة الهدوء مرة اخرى، من اجل القضاء على التنظيمات الإرهابية او من يسعوا الى احداث بلبلة داخل الدول العربية. الى مصر تهدف الى استقرار الدول والتنمية الشاملة داخل الدول العربية. طبعا وجود اليمن بالنسبة للدولة المصرية هو هامة جدا، دولة هامة جدا بالنسبة لمصر. هي دولة من الدول العربية، هي دولة ايضا على باب المندب اللي هو المجرى الملاحي الهام بالنسبة لمصر وللدول العربية ككل ولقناة السويس. مصر تسعى إلى الوصول إلى تهدئة داخل الأراضي اليمنية، تسعى إلى الوصول إلى وضع حد لكل لإراقة الدماء داخل الأراضي اليمنية في الوقت الحالي، والعودة الحق إلى أصحابه، والبعد عن التنظيمات الإرهابية، وأيضا عدم تدخل دول إقليمية في الشأن اليمني اللي بتؤثر بشكل كبير على استقرار اليمن وعلى استقرار دول الخليج وأيضا البحر الأحمر في الوقت الحالي. نعم، ربما ما تذكره أستاذ جميل هو موقف مصر الثابت، يعني على مدى عهود اليمن حاضية بتأييد ودعم لأبعد الحدود من القاهرة، طبعا بما يعزز مكانته كجزء مهم من وطننا العربي. كيف ترى دور مصر في هذا الإطار للثبات على هذا الموقف، أن يقوم اليمن بحل مشاكله يعني بأيدي اليمنيين، وصولا إلى تحقيق الاستقرار السياسي في هذه المرحلة؟ هو بالطبع مصر موقفها ثابت مع كل الدول. مصر لا تنحاز لطرف ضد طرف اخر، ولكن مصر مع الاستقرار، مع الهدوء، عدم وجود تنظيمات ارهابيه داخل اي دوله. مصر تسعى دائما وابدا لعدم تدخل دول اجنبيه في الشان العربي، تقف بقوه بجانب حقوق المشروع للشعوب داخل الدول العربية زي اليمن، زي ليبيا، في مواقف كثير زي سوريا، في مواقف كثير الدولة المصرية أثبتت فيها رؤيتها الواضحة. مصر تدعم الجيوش الوطنية وضد أي ميليشيات مسلحة على أراضي الدول، ضد أي تدخل من دول إقليمية أو دولية على في شؤون دول تؤثر بشكل كبير زي ما قلت لحضرتك على استقرار الدولة نفسها وعلى استقرار المنطقة. مصر بالنسبة لليمن، مصر كان موقفها واضح من بداية الأزمة اليمنية، هو عودة الشرعية، البعد عن تدخلات الأجنبية لدول إقليمية في اليمن.